بسم الله فضيلة الشيخ، حاكم ضاعت نفقته، فما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حملة أو من رفقائه لكي ضاعت نفقته ويستدين ليش؟ للنحر لكي الفدية للفدية. نعم، إذا ضاعت نفقته الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين، ولكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا ضاعت نفقته وكان عليه هدي تمتع أو قران فإنه لازم أن يستدين، لكن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. أما إذا كان ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة، نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن له شيء، إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة تطوع فلا، هذا طيب. هل هي نسك كان يا شيخ؟ نعم. هل هي نسك كان؟ هل هي على 3 أنساب كلهم ولا هم مخصص؟ أي نسك؟ أقول على أن يصوم في حي لا، إنما يصوم المتمتع أو القارئ. يعني عليه الهدي.